قال لك الطاقه وش الموضوع امي بنش ناخذ له شويه امشي قرب بس ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة هنا من نواحي مدينة الدار البيضاء، حادثة سير خطيرة، ثلاثة سيارات تساطحوا كما تشاهدوا في هذا البث المباشر. كما تشاهدوا الحالة ديال السيارة، السيارة الأولى كما تشاهدوا في هذا البث المباشر، سلمى كما تشاهدوا في هذا البث المباشر هنا من نواحي مدينة الدار البيضاء، حادثة سير خطيرة، حضور الدرك الملكي و الوقاية المدنية على الفور. كانت هناك عدة ضحايا، الآن أدوهم على وجه السرعة إلى المستشفى. معلومات على الحادثة. أنا ما حاضر لكن كيقولوا هادي زعما هاد الطوموبيل هادي كانوا الناس كان شي إصابة فين حسيت نفسو ليا في وليدي بدنا أييه وليدي بدنا من الطوموبيل. كيفاش دابا الطوموبيلة كانت غادا وأخرى جاية من هذاك الإتجاه طاطا؟ كانوا إيه كانوا جايين جوج مع الدوبل تلاقاو ولا في الفيران. الآن حضور سيارة الإسعاف ونقل السيدة صابت بس الجروح خطيرة. Yes, yes, yes.
كما تتعرف هذا البث المباشر. سيارة أخرى نظام التسجيل. Thank you.